وإلى مدينة بيلتن وأعمال الورشة التفكرية حول وضع خطة لتنمية العالم الريفي لصالح رؤساء المراكز الإدارية بمدينة بيلتن، والتي نظمت من قبل التعاون السويسري بتشاد عبر مشروع دعم وتقوية الثروة الحيوانية في تشاد. فاطمة داود الإحمر. تندرج هذه الورشة في إطار إعداد خطة لتنمية العالم الريفي بمقاطعة بيلتن، وذلك بعد المشاورات واللقاءات التي عقدت بمختلف المراكز الإدارية التي تحتضنها مدينة بيلتن بإقليم وادي فيرا. ويأتي تمويل هذه الخطة من قبل التعاون السويسري بتشاد عبر مشروع برنامج دعم وتقوية الثروة الحيوانية. فعلى حسب ما جاء في كلمة ممثل مشروع الدعم الفني للجان التابعة للأعمال بالمراكز الإدارية بالإقليم، أنه من أجل توحيد الرؤى والجهود لتنمية عالم الريف بإقليم وادي فيرا، لا بد من تنظيم مثل هذه الورش للخروج بنتائج تسهم في ذلك. محافظ مقاطعة بيلتن يوسف أحمد داري أثنى هو الآخر على جهود السلطات العليا للبلاد في تطوير عالم الريف، مضيفا بأن هذه الورشة ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل المشاركين، وأن ما قدم من خلالها سيتم مراجعته ومناقشته ومن ثم تعديله واعتماده كخطة تنمية لعالم ريفي أفضل.